حدثنا احمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان امدها من الثنيه الى مسجد بني زريق وان عبد الله بن عمر كان سابق بها قال ابو عبد الله امدا غايه فطال عليهم الامد